شنت المدفعية التابعة لميليشيات الكرامة قصفاً عنيفاً استهدف أحياء المدينة القديمة وسط مدينة درنا. وبحسب مصدر محلي فقد أدى القصف إلى وقوع أضرار مادية كبيرة وإصابة بشرية بين المدنيين العالقين في مناطق الاشتباك. من جهته نفى مصدر من قوة حماية درنا سيطرة ميليشيات الكرامة على حي المدينة القديمة وشارع الفنار، مؤكدا تواصل الاشتباكات في الأحياء ذاتها. اجتمع منسق برنامج القوافل الطبية التابع للأمانة العامة للهلال الأحمر مع أعضاء إدارة الخدمات الصحية بمدينة درنا، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تعزيز التواصل والتنسيق لتسهيل توفير الخدمات والرعاية الصحية الأولية للمواطنين داخل المدينة، كما تم الاتفاق على تسيير قافلة طبية للمدينة في الأيام القادمة للتخفيف من معاناة المواطنين. سلمت منظمة الصحة العالمية في ليبيا مساعدات طبية وإنسانية عاجلة إلى السلطات الصحية في مدينة درنا، وأشارت المنظمة عبر صفحتها الرسمية أنها قد سلمت مجموعة من الأدوية للأمراض غير السارية تكفي لعلاج 10,000 شخص وأخرى للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وحالات القلب والسكري وبعض أمراض الغدد الصماء وأمراض الجهاز التنفسي وحالات الصحة العقلية. وكانت منظمة دولية قد وجهت نداء استغاثة طبية لمستشفيات درنا بعد إغلاق أبوابها نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية جراء القصف المتواصل الذي شنته ميليشيات مجرم الحرب حفتر على الأحياء السكنية بالمدينة والمؤسسات الحكومية. أفاد المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية فرع المنطقة الوسطى بتحليق طيران تابع لمجرم الحرب حفتر فوق خزانات شركة الهاروج. من جهته أكد الناطق باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري شن غارات على مواقع في المنطقة الممتدة من رأس لانوف حتى مشارف مدينة سرت على حد تعبيره. يذكر أن خزانات شركة الهاروج تعرضت في وقت سابق للقصف الجوي من قبل الطيران التابع لمجرم الحرب حفتر. تحركات إبراهيم الجدران وسيطرته على الهلال النفطي وردود الأفعال حول هذه التحركات، نتابع التقرير التالي. جهاز حرس المنشآت النفطية الليبية بقيادة إبراهيم الجدران يطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية للمدنيين في منطقة الهلال النفطي وفي شرق البلاد وجنوبها بشكل عام من انتهاكات مجرمي الحرب حفتر. العاملون في الجهاز قالوا في بيان لهم إن قوات حفتر عقب سيطرتها على الهلال النفطي هجرتهم من مناطقهم وعرضت بعضهم للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأوضحوا أن هدفهم الآن هو العودة إلى ديارهم بسلام. وأضاف البيان أن المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرتهم مفتوحة أمام المؤسسة الوطنية للنفط كي تمارس عملها. يأتي ذلك بعد إعلان الجدران أن قواته أحكمت سيطرتها على ميناءي السدرة وراس لانوف اللذين يعدان من أهم موانئ تصدير النفط في ليبيا، وسبق له أن سيطر على الموانئ النفطية لعدة سنوات قبل أن يفقد السيطرة عليها في سبتمبر 2016. هذا وقد شنت ميليشيات الكرامة في مدينتي جدابية والبريغة حملة لاعتقال أنصار الجدران. وأعلنت المؤسسة الليبية للنفط إجلاء العاملين في ميناءي راس لانوف والسدرة حفاظا على سلامتهم. وقدرت المؤسسة حجم الخسائر بأكثر من 240 ألف برميل من النفط، مشيرة إلى تأجيل دخول ناقلة نفط كان من المفترض أن تصل إلى ميناء السدرة. وفي بيان لها طالبت المؤسسة قوات إبراهيم الجدران ومن معه بالخروج الفوري المباشر دون أي قيد أو شرط لتفادي كارثة بيئية ودمار للبنية التحتية، داعية جميع الجهات إلى عدم استخدام قطاع النفط في اللعبة السياسية، معتبرة أن المنشآت النفطية هي ملك للشعب وتمثل قوت ومستقبل الليبيين. من جهته أعلن فريق الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي فرع جدابية استلام 17 من أفراد ميليشيات الكرامة كانوا محتجزين في راس لانوف لدى قوات حرس المنشآت النفطية فرع المنطقة الوسطى. تمكن مستخدمو الشركات النفطية بالهلال النفطي من اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي انتقال الحريق من الخزانات المشتعلة
إلى الخزانات السليمة الأخرى. وأوضحت الصفحة الرسمية لحرس المنشآت النفطية على فيسبوك أن النيران التي اشتعلت في عدد من الخزانات كان سببها القصف الجوي الذي شنته ميليشيات الكرامة على تلك المنطقة. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن البلاد فقدت نحو 400 ألف برميل يوميا من إنتاج الخام في الأيام الماضية بسبب هجمات المسلحين على ميناء أي راس لانوف والسدرة. وقال صنع الله لوكالة رويترز للأنباء إن موظفين يعملون جاهدين في أوضاع صعبة للغاية، والمسلحون لم يسمحوا لموظفين بمكافحة الحريق بشكل ملائم حتى الآن. طالب آمر حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجدران المجتمع الدولي بتشكيل لجنة لزيارة منطقة الهلال النفطي للوقوف على حقيقة الوضع القائم، مناشدا مجلس الأمن توفير الحماية للمواطنين في الهلال النفطي. وأضاف الجدران في بيان مصور نشره المكتب الإعلامي لحرس المنشآت النفطية على صفحته فرع الوسطى بالفيسبوك إلى أن الحقول والموانئ النفطية مفتوحة وتحت شرعية الحكومة المقترحة والمؤسسة الوطنية للنفط. إن الحقول والموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي مفتوحة ونضعها تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها من قبل حكومة الوفاق الوطني. سادسا، نستغرب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة بمنطقة الهلال النفطي دون مبرر، إلا إذا كان القصد من ذلك تبني موقف سياسي وليس اقتصادي، وهذا يتنافى مع الأهداف التي أنشئت من أجلها. سابعا، نؤكد دعمنا بشدة للمصالحة الوطنية مع تفعيل قانون العدالة الانتقالية. ثامنا، نؤكد إيماننا بالتداول السلمي للسلطة وقيام دولة مدنية على شرعية دستورية. كما دعا أمير جهاز حرس المنشآت النفطية في بيان له القبائل الليبية وعلى رأسها قبائل برقة وورشفانة وورفلة بتشكيل لجنة للوقوف على حقيقة من يتواجد في الهلال النفطي من مقاتلين. إن أبناء قبيلة المغاربة وبقية سكان المنطقة قرروا الرجوع إلى ديارهم التي هجروا منها ظلما. ثانيا، نؤكد بأن منطقة الهلال النفطي تجمع طيف من القبائل المتجانسة وتربطها علاقات خاصة، وإن رجوعنا إلى مناطقنا ليس موجها إلى شركائنا في الوطن. ثالثا، ليس من شيمنا الانتقام من أحد، ومن ارتكب جريمة أو جرائم متعددة في حقنا نؤكد بأننا نطالب بالمساءلة القضائية لهم. وأشار الجدران إلى أن العودة لمنطقة الهلال النفطي ليست بغرض الانتقام، لافتا إلى أن أبناء قبيلة المغاربة قرروا العودة إلى ديارهم، متابعا قوله: نحن لا ننتقم من أحد ونطالب بالمساءلة القانونية عن الأحداث السابقة. ندعو المجتمع الدولي لتشكيل لجنة دولية لزيارة الهلال النفطي والوقوف على حقيقة الوضع القائم. عاشرا، ندعو القبائل الليبية وعلى رأسها قبائل برقة وقبائل ورشفانة وورفلة تحديدا بالمنطقة الغربية لتشكيل لجنة للوقوف على حقائق من يتواجد في الهلال النفطي من مقاتلين. 11، نحن لم نعتدي على أحد ولا ننوي ذلك، ولكن نتمسك بحق الدفاع عن النفس وعن أهلنا وديارنا إذا اعتدي علينا، وهذا شيء تكفله كل القوانين والشرائع، ويجب أن لا ينكر علينا ذلك أي طرف. أعرب سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر الاثنين عن صدمته من الهجوم على مينائي رأس لانوف والسدرة، والذي ألحق أضرارا بمنشآت نفطية هامة حسب وصفه. وحذر بيكر عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بتويتر من أن تسبب هذه المرافق النفطية لأي أضرار في البنية التحتية النفطية التي تخص كل أبناء الشعب الليبي. وحذر بيكر عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بتويتر من أن تتسبب هذه المرافق النفطية لأي أضرار في البنية التحتية النفطية التي تخص كل أبناء الشعب الليبي.
مع دخول فصل الصيف وانخفاض مستوى المد، ازداد في الآونة الأخيرة معدل تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط انطلاقاً من ليبيا بحثاً عن السلامة وعن حياة أفضل. دوريات حرس السواحل الليبي أنقذت خلال الساعات الماضية أكثر من 190 مهاجراً غير قانوني، وانتشلت 5 جثث لمهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي شمال سواحل مليتا. كما تم إنقاذ 76 مهاجراً شمال الزاوية في أحدث عمليات إنقاذ من يواجهون الموت في عرض البحر المتوسط خلال رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا بطرق غير قانونية. الأمواج البشرية المتدفقة هرباً من طوفان الفقر أصبحت مصدر قلق الأوروبيين، حيث دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى التدخل في ليبيا بهدف خفض حركة الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. كما ألمحت ميركل إلى أنه لمواجهة هذه الظاهرة يجب على الأوروبيين التدخل في ليبيا دون أن تشير إلى شكل هذا التدخل، بينما شدد كونتي على مواصلة الجهود على المستوى الأوروبي لتحقيق الاستقرار في ليبيا. بين دعوة التدخل في ليبيا ومواصلة الجهود، طالب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تينونيلي وكالة حماية الحدود الخارجية الأوروبية فرونتكس بنقل عملها إلى داخل المياه الإقليمية الليبية، ويرى مراقبون أن قرارات الدول الأوروبية ستزيد من تأزم الأوضاع المعيشية للمهاجرين داخل ليبيا في حال عدم ترحيلهم إلى أوطانهم وتقديم الرعاية الصحية الشاملة لهم أثناء وجودهم داخل الأراضي الليبية. كشفت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كاريم بريس أن مجلس الأمن سيعقد حواراً حول الملف الليبي مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة خلال الشهرين المقبلين. وأوضحت المندوبة البريطانية في حوار لها مع جريدة الشرق الأوسط اللندنية أن الحوار يهدف إلى دعم جهود الأمم المتحدة على أفضل وجه وجمع كل الأطراف، لافتة إلى أن اجتماع باريس بشأن ليبيا كان مفيداً لأنه تطرق إلى كل القضايا وحدد الطريقة الممكنة للتقدم على حد تعبيرها. دعا وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانييلو تونينيلي وكالة حماية الحدود الخارجية الأوروبية إلى نقل عملها إلى داخل المياه الإقليمية الليبية. تونينيلي خلال زيارته لخفر السواحل الإيطالي الاثنين قال إنه يجب أن تتقاسم إيطاليا هذه المسؤولية مع الدول الأوروبية الأخرى، فجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها حقوق والتزامات بحسب وكالة الأنباء الإيطالية آكي. بسم الله الرحمن الرحيم. كشف عضو مجلس النواب المنحل عن مدينة مصراتة فتح بشاغة عن تأجيل اجتماع فرنسا للتشاور حول الوضع السياسي في ليبيا إلى الأسبوع المقبل. وأكد بشاغة في تصريح صحفي الثلاثاء أن الاجتماع يستهدف نواب مصراتة المنتخبين عن مجلسي النواب والدولة وأعضاء مجلسها البلدي والأجسام المنتخبة عن المدينة لمناقشة ما وصفه بالانسداد السياسي الحاصل في ليبيا. قام المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليب غراندي الاثنين بزيارة إلى مخيم تاورغا بطريق المطار بطرابلس رفقة رئيس المفوضية التابع للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيس مكتب الهيئة الليبية للإغاثة. وأوضحت بلدية تاورغا عبر صفحتها على فيسبوك أن هدف الزيارة هو الاطلاع على الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أهالي تاورغا بالمخيمات. حذرت مديرية أمن طرابلس مما وصفته بالعابثين الذين يحاولون دخول العاصمة طرابلس تحت غطاء السلاح بذريعة حماية أمن العاصمة. وأوضحت المديرية عبر بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستقف أمام هذه التحركات للحفاظ على أمن العاصمة ومواطنيها. أصدر المجلس الرئاسي المقترح القرار رقم 735 لعام 2018 بشأن تكليف علي جبرين صالح بمهام مدير قناة ليبيا الوطنية. وجاء في نص القرار وتحديدا في مادته الثانية أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
أكد مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم رمضان الغضوي أن مواعيد امتحانات طلبة سنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي باقية في موعدها المحدد مسبقا. ونفى الغضوي في تصريح له نشر على صفحة الوزارة كل ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تغيير مواعيد الامتحانات أو تمديد مدة عطلة العيد، موضحا بأن الامتحانات ستنطلق يوم الأربعاء القادم 20 يونيو وذلك وفقا للجدول الزمني المعد لها بالخصوص. وحذر الغضوي من التعامل مع المنصات المزورة التي بثت من خلالها شائعات حول تغيير مواعيد الامتحانات والتي تروج الأكاذيب بحسب وصفه. والآن جولة مع أسعار العملات. كي يدرنا على المهزومة سير الدوم اللي في شيحة دار غيوم الحوش علي ناسة مردوم دموع أجمام نصب في عز الفرح خيام. الله يا حي يا قيوم يا سلام يا العزيز يا علام وجاعل المحتر نجومه دوا علام تخلي حفتر في برام ومية موت عليه تحوم.